بشكل عام لا يزال عديد العمال الفلسطينيين ممن كانوا يعملون بالداخل المحتل لا يستطيعون التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، هم متعطلون عن العمل قسراً في الداخل المحتل. ولكن الخطر أن من توجه من العمال إلى الداخل المحتل ودخل بطريقة غير قانونية بين قوسين يتعرض لانتهاكات كبيرة جدا. التحريض يتزايد ويتصاعد، لا يتزايد فقط إنما يتصاعد في الآونة الأخيرة على كل العمال الفلسطينيين المتواجدين في الداخل المحتل في هذه الفترة. بالتأكيد سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي. يسعدني أن أرحب بالأستاذ عبد الهادي أبو طه، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. أهلا بك أستاذي، مساء الخير، حياك الله. مساء الخير إليك والأخوة عمال فلسطين والشعب الفلسطيني، والرحمة لشهداء شعبنا. اللهم أمين. ويعني أهلا بك ضيفا عزيزا على نشرة وطن الاقتصادية. نناقش اليوم ونتابع معك موضوع مهم جدا، لا سيما في ظل تعطل نحو ربع مليون عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة عن العمل قسرا في الداخل المحتل. وجميعنا يعلم ويدرك حيثيات التعطل القسري عن العمل جراء قرارات حكومة الاحتلال. ولكن خلال الأشهر الطويلة، أشهر الحرب الطويلة على قطاع غزة، عدد من العمال دخل إلى الداخل المحتل بطرق غير قانونية. الخطير في الآونة الأخيرة أنهم يتعرضون لتحريض متصاعد ومتزايد وانتهاكات جسيمة جدا بحقوقهم. بداية نبدأ وإياك أستاذ الفاضل من متابعتكم لما يجري في الداخل المحتل، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في مستوطنة كادوميم وفي منطقة تل أبيب الكبرى. لقد تعطل يعني 250 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر، ولكن مجموع المتعطلين منذ بداية العدوان على شعبنا حوالي 500 ألف عامل الآن بلا عمل. قضية التحريض الدائم والمستمر ليس من اليمين فقط، من سموتريتش وبن كفير، التحريض على عمال فلسطين ليس من أجل اعتقالهم فقط بل من أجل إيذائهم وقتلهم حتى. أيضا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي التي تقوم بعملية التنكيل وتعذيب عمالنا، ويجدوا بذرائع وبدون ذرائع. حتى لو لم تحدث عملية كادوميم أو المستوطنة، وحتى لو لم يحدث الانفجار في تل أبيب، هم عملياً يضعوا العمال الفلسطينيين سبب رئيسي من أجل تجويعهم ومن أجل عدم عملهم، من أجل ترحيلهم عن أرض الوطن والبحث عن فرص عمل خارج الوطن. نعم، ولكن بعد الأحداث الأخيرة، يعني عشان نكون يعني صادقين كمان، بعد الأحداث الأخيرة احنا شهدنا حملات عنيفة جدا ضد العمال، من يحمل تصريح ومن لا يحمل تصريح تم الاعتداء عليه وتم طرده عمليا إلى الضفة، مناطق الضفة. ويعني ليست المرة الأولى، سبق وأن شاهدنا وأن يعني شهدنا ذات الاعتداءات، وأعتقد يعني في أحد الاعتداءات كادت أن تودي بحياة العمال في مناطق الشمال. ولكن الآن الوضع بات حرجا وحساسا أكثر، كيف من الممكن التعامل مع هذا الوضع؟ نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منذ اليوم الأول حذرنا عمالنا من الانتقام من المستوطنين أثناء دخولهم إلى العمل، لأنه معظم عمالنا أو جميعهم يدخلون بدون تصريح عمل. في حوالي 40 ألف عامل يقومون بالدخول إلى سوق العمل الإسرائيلي
تحت تأثير ضغط الحاجة وهم بحاجة للعمل، يخاطرون بحياتهم من أجل قوت عيالهم. طب كم يعني اسمح لي بس بهذا الاستفسار منك، كم عدد العمال اللي يعني عادوا إلى أماكن عملهم بموجب تصاريح بمعنى سمح لهم أن يعودوا؟ أنت بتحكي عن 40,000 يعني عادوا للعمل بطرق غير قانونية تحت ضغط الظرف الاقتصادي والوضع المعيشي الصعب، اللي مسموح لهم حسب متابعتكم طبعا في الاتحاد كم؟ نعم، حسب متابعتنا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أنه عدد قليل من العمال الذين كانوا يدخلون بتصاريح، من يعملون في الشركات ومن يعملون في الرفاه مع المسنين وفي بعض يعني الأماكن الحساسة التي هي بحاجة ماسة جدا للعامل الفلسطيني، لا يزيد عن 10 إلى 12 ألف عامل. أما باقي العمال فيدخلون بدون تصريح من الفتحات ومن الجدار وتهريب. وأنت رأيتي على حاجز الزعيم عندما تم إخراج العمال من صندوق السيارة ومسك عمال في سيارات إسعافة، ولأنه هناك أصبحت تجارة كبيرة لبعض الإسرائيليين أو من فلسطينيي الداخل بإدخال عامل فلسطيني مقابل 500 إلى 1000 شيكل من أجل إدخالهم. فمن هنا هناك خطورة كبيرة على عمالنا الفلسطينيين، والتحريض الزائد وخصوصا بعد قصة هيك فرق الدوم أو المستوطنة وبعد قضية الانفجار في تل أبيب. لذلك نهيب بعمالنا أخذ الحيطة والحذر والانتباه من انتقام المستوطنين، ونأمل لعمالنا حياة كريمة وذلك رغم الظروف الصعبة الذين يمرون بها. طب أستاذ الفاضل، أنا يعني تحملني، لماذا لا يمكن للاتحاد أو لشركائه وأصدقائه بالتأكيد مؤسسات الشريكة والمؤسسات الصديقة سواء المحلية أو العالمية، ونحن ندرك بأن للاتحاد شبكة علاقات واسعة ومؤسسات صديقة وداعمة ومناصرة لحقوق العمال الفلسطينيين، لماذا لا يمكن لهذه المؤسسات ولكم أيضا في الاتحاد أن تمنعوا الاعتداءات المتكررة والمتواصلة على العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، لا سيما مع ارتفاع وتيرة ونسبة التصعيد مؤخرا؟ نحن في الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين يعني خاطبنا المؤسسات الدولية، خاطبنا الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم الITUC، وخاطبنا منظمة العمل الدولية، و ليكون معلوما لديك قمنا برفع شكوى رسمية من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم ومنظمة العمل الدولية بحقوق عمالنا، ويجب تعويضهم بتعطلهم عن العمل منذ بداية العدوان حتى الآن، أسوة بالعامل الإسرائيلي، لأنه عاملنا الفلسطيني في الداخل. هل حدث أي تقدم في هذه المسألة؟ أعتقد إحنا في وقفات سابقة يعني أنت أشرت إلى هذه النقطة بأنه يعني هنالك مطالبات وتجري وتسري في قنوات قانونية محددة لتعويض العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل، هل حصل أي تقدم؟ تم تشكيل لجنة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لجنة قانونية ومن وزارة العمل، وقمنا بإحضار جميع الوثائق الرسمية والقانونية بأسماء العاملين وقسائم الرواتب، وتم تسليمها إلى الاتحاد العربي للنقابات ليسلمها للاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم، ومن ثم الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم من خلال منظمة العمل الدولية، الذين أكدوا جميعا على حق عمالنا الفلسطينيين بالتعويض عن تعطلهم عن العمل منذ بداية العدوان.
ونحن نرى أن يكون هناك فعلا إمكانية لتعويض أموالنا. طيب عندي استفسار بس أخير، اسمح لي، إذا في أي معطيات متوفرة بخصوص عدد العمال الذين تم اعتقالهم أثناء تواجدهم في الداخل المحتل. أدرك يعني أنتم تتابعون هذا الأمر في الاتحاد، ولكن ما الجديد؟ حقيقة يعني في منطقة وسط الداخل تم اعتقال حوالي 44 عامل، وتمت مداهمات لعمالنا الفلسطينيين الذين يسكنون ويعملون في الناصرة وكفر قاسم وأم الفحم في الأحياء العربية وفي منطقة اللد وعكا. فتم اعتقال عدد ليس بسيط، ولكن يعني ما زال يوجد لنا عمال نطلب منهم أخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة من أجل يعني الحفاظ على حياتهم. نعم نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي أبو طه، أشكر لك وجودك معنا ومشاركتك والإفادة. الأستاذ عبد الهادي أبو طه، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شكرا جزيلا لكم. شكرا، تحياتي لك.